تاخذ حقك منه ويعاقب على تقصيره كل شيء، بس الا ترى مع الله احدا. الله سمح بذلك. فالتوحيد ولا ابالغ بخفف 9 أعشار المصيبه. يعني الله عز وجل انت بقبضته وبيده، رزقك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده. أذكر أنه إنسان عنده ولد وحيد، يعني هو بعيد عن الدين، أراد أن يكون هذا الولد في أعلى درجة، أرسله إلى أمريكا وأخذ أعلى شهادة في أمريكا، وكل آماله متعلقة بهذا الولد. هذا الولد أقام بأمريكا، طاب له العيش هناك، نسي أباه وأمه وتزوج واحدة أجنبية وظن على أبويه برسالة. هذا الأب فقد عقله لأنه علق كل آماله بابنه. والبطولة أيها الأب، ابنك ابنك، واخدمه وعلمه وخذ بيده إلى التفوق في الدنيا، لكن إياك أن تعتمد عليه. أقول لكم هذه الكلمة، أي شيء تعتمد عليه الله يتولى بذات العلي أن يخيب ظنك. قال لي واحد له صديق، يعني صديق حميم، كلمة حميم كافية، العلاقات بينهما تفوق حد الخيال. فمرة في والصديق الحميم تسلم منصب رفيع، تصور رئيس وزارة مثلا، فهذا الصديق نسيان الله، بس شايف صديقه رئيس وزارة. في مرة وقع بمشكلة كبيرة، يقسم بي بالله، دخل لمكتبه ما قال له تفضل عود، هيك قال له في قوانين وفي أنظمة أنا ما مستعد خالفا من أجلك. طلع مسحوق مكسور. قلت له لأنك اعتمدت عليه. لما بتعتمد عليه الله عز وجل بخيبك. بيروا أنه في إنسان له قريب بسموه ياور السلطان، ياور يعني مثل أمين عام أو سكرتير، هذا أعلى منصب بتركيا. قريبه هو فقير، ركب هالقطار، كان في قطار من الشام إلى اسطنبول، إلى المحطة الحجازية، وصل أيام 6-7 أيام ليصل لهنيك، وطرق بابه وطلب منه الحاجة، قال له طيب، أول يوم ما وقع الصدمة، يحطها على أول معاملة، ثاني يوم ما وقع، ثالث يوم ما وقع، شيء 20 يوم، فأوحى إلى الخدم إنه نبوء إنه حاجتك الضيف 3 أيام، 20 يوم صاروا، يبدو إنه نبهوا بقسوة، فأغمي عليه من الألم. صديق الحميم رئيس وزارة إسطنبول بعنفه والتعنيف هذا، طلع هائم على وجهه عم يبكي. وإذ وقع السلطان بحث عنده بالخانات، كان الخان يعني فندق، لا ما غادر اسطنبول، قال له صار لك 20 يوم اعتمد علي، فلما يئست مني اعتمدت على الله فوقع السلطان. لما بتعلق أملك بإنسان، أنا بحكم خبرتي المتواضعة في الدعوة إلى الله، يعني عندي 1000 قصة بهالموضوع. لما بتعتمد على إنسان وقد يكون ابنك، الله بيتخلى عنك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى معطيا إلا الله، ولا مانعا إلا الله، ولا رافعا إلا الله، ولا خافضا إلا الله، ولا معزا إلا الله، ولا مذلا إلا الله. هذا الاعتماد على الله هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذا كان ممكن نضغط الدين كله بكلمة واحدة هو التوحيد، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، أن يد الله تعمل وحدها. لذلك
بذكر مرة أنه قلت هذا المظلي لو أنه جهل شكل المظلة، يا ترى هي دائرية أم بيضوية أم مستطيلة؟ ما بيعرف. جهل شكل المظلة وجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة، اثنين، وجهل الحبال كم حبل، وجهل أيضاً نوع الخيوط التي صنعت من الحبال. ممكن أن تجهل مئة معلومة بهذه المظلة، مئة، إلا معلومة واحدة إذا جهلتها نزلت ميتاً، طريقة فتحها. فأنت ممكن تجهل مليون موضوع إلا موضوع الدين، إذا جهلته انتهيت، بتعيش بدوامة الشرك الخفي. الشرك الخفي شيء لا يحتمل، أنت تتوهم أنه الأمر بيد فلان، وفلان ما بتحبه ولا بيحبك، والسلطة معه وما حيرحمك. هذا الفهم لحاله بيسبب جلطة. الأمر بيد فلان بتوقيعه، هو عدو لك، صار بأعلى منصب ما بيرحمك. لما بتضع أملك بغير الله عز وجل حتلاقي أشياء مؤلمة جدا، أشياء مقصودة من الله. حول الموضوع في آلاف القصص، علق أمله بفلان، علق أمله بزوجته. والله بعرف شخص معتني بزوجته عناية تفوق حد الخيال، طبيب هو وساكن. أنا بذكر في عنا حي بالشام نوري باشا اسمه، من أرقى أحياء دمشق سابقا، كان الحي الأول، وكل بناء أحلى من الثاني، بس في بناء متميز جدا جدا جدا، الحجر من مزخرف، يعني في نقش الحجر، بناية الوحيدة الآن موجودة، بناء الحجر كله مزخرف. فسكن البناء طبيب، هذا الطبيب له مشكلة، ما بيطلع من البيت، طبيب نسائي الوحيد الوحيد بالشام، قصة قديمة كثير، ما كان في سيارات، كان في عرباية، ما بيطلع من البيت إلا بليرة ذهب وعرباية تاخده. فإذا كان واحدة عندها مشكلة بالولادة يبيعوا الفرشة من تحتها لحتى يعطوا ليرة الذهب، ما بيجي غير بليرة الذهب. يعني متحكم منفرد بالطب، فرد الطب هذا ما بيرحم حدا. فربى ثروة طائلة، من مظاهر هذه الثروة أنه عمر بناية هي الأولى في الحي بنوري باشا الأولى. فأصيب بالشلل، زوجته الذي يحبها حباً لا حدود له تحملته شهر، بعد الشهر في بالبناية قبو تحت الأرض، وضعته تحت الأرض، تبعت الطعام مع الصانعة مع الخادمة. هذا إلا وين الخانم؟ تقول له والله ما بعد، يعني يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تجي بالست سبعة أيام مرة هيك تطلع عليه طلة، يبدو مرة تأخرت عليه أكثر مما ينبغي. قال له وين الخانم؟ نزلت لعنده قالت تضرب قد الخانم، شو بدك بالخانم؟ أكلك مواصلك؟ الله كبير. والله يا أخوان بقول الله كبير، ما بشبع منه، كبير. ممكن يحيجك لخادم، ممكن يحيجك لعدوك، ممكن يتخلى عنك كل من حولك. في أشياء، في أناس كثر من بعده عن الله وقع بالاعتماد على أولاده، أولاده جميعاً خارج البلد واستقروا هناك. بيروح الابن لأمريكا بيلاقي شغلة مو معقولة. أنا كنت سافرت مرات كثيرة لهنيك، قل لهم كلمة، إذا في بالأرض جنة هي هناك، أعني ما أقول، بس هناك على الشبكية هي، أما لهون جهنم الحمراء والصحراء، على الشبكية جنة. يعني طلباتك بتفوت للمولات شيء لا يصدق بأي مكان،
حتى بالريف المول اللي فيه في بضاعة لا تصدق، لو طلبت بسموه لبن العصفور بتلاقيه أمامك. الأمور ميسرة بشكل مو معقول إطلاقا، والحاجات مأمنة بأعلى درجة، أسعار معقولة. لكن إذا إنسان غفل عن الله تغدو هذه البلاد جحيما لا يطاق. وأحيانا إنسان يكون ببيته في أولاده، هذا البيت المتواضع وأولاده يحبون ويحبوه جنة. في شيء بالدين عجيب، إن الله يعطي الصحة، شوف الصحة والمال والجمال والقوة، يعطي القوة والصحة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هي السكينة أكبر عطاء إلهي، صعب أعرفها بس تعطي ملامح عنها، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي السكينة العطاء الإلهي الكبير. والله عز وجل ذكر في القرآن أنه يتنزل على قلبه السكينة، سكينة طمأنينة، ثقة بالله، تفاؤل، شعور بالحب. يعني صفات السكينة صعب تنضغط بكلمة واحدة، السكينة ترتاح إليها. فالله عنده عطاءات كبيرة جدا. إذا أعطاك السكينة تلاقي ساكن ببيت صغير، عندك زوجة تحبها وتحبك. برا فت لبيت بدمشق، يمكن ما في بيت أقل منه خشونة. في عندنا بالشام جادات، يعني أعلى جادة العاشرة، خط الترام القديم، هذا الجادة الأولى. هلأ في أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، كل ما طلعت أكثر بس في تقشف أكثر وتخلف أكثر وخشونة أكثر. الجادة العاشرة مو معقولة، بيت بالجادة العاشرة. البيت عبارة عن غرفتين، والأرض ليست بلاط، إسمنت من شدة التقشف والفقر. أنا دفت لي هذا البيت، أقسم لكم بالله شعرت أن هذا البيت جنة. يبدو في زوج وزوجة مؤمنين، عندهم ابن جميل الصورة، وعبارة يسموه بساط شرطيط، كان قديماً الشرطيط للقوامة يأخذوها ويساووها بساط، هذا أرخص بساط بالحياة، بساط شرطيط وفرش اسفنج، ما في شيء. البيت أنا شعرت هالبيت قطعة من الجنة، قطعة من الجنة. بتلاقي البيت فخم جدا، ما في ود بالبيت، ما في محبة، في شقاق زوجي، هي ضد زوجها، قسم من أولادها معها، قسم مع أبوه، كل يوم في مشكلة. فهي السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. هي السكينة أعظم عطاء إلهي، والله صعب أشرحها صدقاً. أنا للآن إلي بالدعوة 40 سنة، ما عندي إمكان أشرحها شرح مفصل، إلا بالله أكبر عطاء إلهي سكينة. بيته صغير مبسوط، والله دخل واحد للسجن، أقسم بالله كان بجنة بجنة. قال لي حبست كتاب الله كله، كله حبس، ما عنده غير القرآن الكريم، يقرأ ويحفظ ويبكي ويتأثر. بصير السجن اللي هو أسوأ مكان بالحياة جنة، وقد يكون أفخر بيت جهنم. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه يعطي الآخرة لمن يحب فقط. الله يجعلنا